إذا رح نكمل اليوم بالإندكتيف لود. المرة الماضية اشتغلنا على ريزيستيف لود، رح آخذ الآن إندكتيف لود. خلينا نراجع أول شيء كيف كان شكل الريزيستيف لود. كان عندي طبعاً تو باك تو باك ثيرستورز أو إس سي آرز عمالهم بغزلوا، كان بالحالة الأولى كانت ريزيستيف لود، وبالحالة هاي طبعاً لانه ريزيستيف لود شكل الفولتج رح يكون مشبه شكل الكرنت، الكوندكشن رح يوقف على 180 درجه. فعندي هون رح اعمل ديلي بانجل مقدارها الفا، رح نعمل فارق. رح نعمل فارق على انجل الفا وانجل الفا من هون. إذا عندي أنجل ألفا هون ديلي، أنجل ألفا هون ديلي، راح يصير عندي شكل الفولتج ويف فورم اللي رايح على اللود هون. الكوندكشن راح يعمل يتوقف عند النقطة هاي لأنه الكرنت إن فيز مع الفولتج. فلو رسمت الكرنت ويف فورم بالحالة هاي راح ألاقي إنه الكرنت شكلها راح يكون بالضبط شكل هذا هون، هذا I load، I load، هذا V load، V load. ماشي تمام؟ وبالحالة هاي طلعنا فورمولا حسبنا فيها الـ RMS للفولتج، وحسبنا بعدين طلعنا الـ RMS للكرنت بين يقسم الـ RMS للفولتج على R، فطلع معي الـ RMS تبع الكرنت. وبعدين لما جينا طلعنا هون عند النقطة هاي قلنا إنه I load R عفوا I source RMS يساوي نفسه I load RMS، بس V load اطفي بالله يا مصالح الله يرضى عليك اطفي إذا سمحت بلاش تضلل. عندي هون هلا I source RMS بيساوي I load RMS، لكن V load V source RMS لا تساوي V load RMS. مضبوط الفولتج هون لا يساوي الفولتج هون، إذا هون عندي V load RMS اللي هو بين النقطة هاي والنقطة هاي، وفي سورس ار ام اس هو ساينوسويدا، فسهل اني احسب الار ام اس. في سورس ار ام اس، في سورس ار ام اس ساينوسويدا فوق، هذا مش ساينوسويدا شكله زي هيك. هذا الكرنت هو نفس هذا الكرنت، وانت بتتذكروا حسبنا الباور فاكتور لانه قلنا انه اذا انا حسبت في ال ار ام اس، في لود ار ام اس يساوي في سبلاي ار ام اس. متذكرين ايش كانت الفورمولا بعدين عندي هون؟ كان عندي 1 ماينس الفا على باي زائد ساين، كانت الفا ولا 2 الفا المعادله؟ 2 الفا على 2 باي، مضبوط؟ شايف المعادله تاكدت منها. اذا هاي عندي معادله اللي اشتقيناها خلتني احسب في لود ار ام اس، لانه ريزيستيف لود ايش كيف بقدر احسب اي لود ار ام اس؟ بقسم هذه على ار، مش هيك؟ فبصير عندي اي لود ار ام اس بيساوي في لود ار ام اس على ار، بس ببساطه طلعت معي. هلا الباور اللي بسحبه هذا الريزستر اللي بيستهلكه هذا الريزستر شو الان بيساوي؟ ما دام انا عارف الار ام اس كرنت اللي بمر فيه، بي لود بيساوي اي لود ار ام اس تربيع في ار، صار عندي بي. طب اس الابارنت باور اللي بسحبها من السورس شو بتساوي؟ اس بسحبها بتساوي في اس ار ام اس في اي اس ار ام اس الابارنت باور، مش هيك؟ اللي هي في سورس ار ام اس اي سورس ار ام اس، بس في سورس ار ام اس معروفه اللي هي في اس لانها ساينوسويدا، مضبوط؟ هذه في اس اللي هي في ماكس على جذر التيرين واي اس ار ام اس هي نفسها اي لود ار ام اس. صار اذا سهل احسب الباور فاكتور، شو بيساوي الان الباور فاكتور؟ الباور فاكتور للدائرة هاي بتساوي بي على اس، لكن بي بتساوي اي بي بتساوي اي لود ار ام اس تربيع في ار على هون عندي في اس اللي هي السورس ار ام اس تبع السورس لانه ساينوسويدا في اي لود ار ام اس. إذا بدك كانت تغوي الـ RMS الـ I load مع سكوير، فبتصير هاي I load RMS في R على V. هذا اللي حسبناه
المره الماضيه. ايش اللي سهل الحسابات هون؟ ايش اللي خلى كل شيء سهل؟ خلاني مباشره احول من في ار ام في لود ار ام اس لاي لود ار ام اس. تمام، شكل الكرنت هذا هو نفس شكل الكرنت ونفس شكل الفولتج، فلما حسبت الاي ار ام اس الار ام اس مباشره صارت هاي ار ام اس. لكن لو جينا الان حولنا بطل اللود هذا ريزيستف صار اللود هون اندكتيف، نطلع شو بصير. مش هيفلي اندكتيف بس اندكتيف. رح يكون عندي هون كمان نفس الشيء تو بير اوف باك تو باك ثيرستورز. هلا هون فيدينج ان اندكتيف لود، عندي هون ال وار فاي تان فاي شو بيساوي؟ ميجا ال على ار، مضبوط؟ او فاي تساوي ارك تان او انفرس تان اوميجا ال على ار. هلا هون شكل الكرنت رح يختلف معي. خلينا نشوف كيف شكل الكرنت بصير، رح نستعمل نفس الرسمه هاي. فرح ناخذ هون رح نلغي اي لود هون. وراح افترض الان ان الفايرنج انجل الفا اكبر من فاي. هذا الشرط، هذا شرط مهم. الفايرنج انجل الفا راح تكون اكبر من فاي. فاي اللي هي ايش؟ الانجل تبعت اللود. خليني ارسم، راح اكبر الفا شوي. خلينا نشوف شو بصير، كيف شكل الكرنت بده يكون؟ تذكر انه هذا هون اندكتيف لود. الكرنت ما بصير يتغير فجاه، مضبوط؟ ما بصيرش يكون عندي انفينيت دي اي على دي تي، لانه لو كان في انفينيت دي اي على دي تي شو راح يصير الفولتج على الاندكتر؟ انفينيت. اذا الكرنت بيبدا من زيرو. خليني ازيد، بدي ازيد الفا كمان. ايش بتلاحظوا صار الكرنت؟ ايش بتلاحظ هلا الاختلاف؟ في اختلافين اساسيين من الحاله السابقه، شو عندي هون؟ الكرنت من اي قيمه بدا؟ ما بصير الكرنت يعمل هيك ويزيد زي ما كان يعمل بالريزستيف، لانه في عندي اندكتر دي اي ال على دي تي لازم يكون فاينايت. لو الكرنت عمل زي هيك قديش الدي اي على دي تي؟ اذا الكرنت تغير فجاه من هاي القيمه لهي القيمه ليش راح يكون هذا الدي اي على دي تي تتغير هيك بهي الطريقه؟ طلعوا لي على هاي من الرياضيات. قديش المشتقة عند النقطة هاي؟ زيرو. لا مشتقة واحد. انفينيتي. لا انفينيتي. أنا إذا عندي هيك وتحولت فجأة هون خلال فترة زيرو قديش صار التغير عندي؟ انفينيت مضبوط؟ ما بصيرش يكون انفينيت، ما بصيرش الكرنت لازم التغير دي اي على دي تي يكون فاينايت، لأنه هذا في اندكتر. إذا الكرنت بدأ يزيد عندي بهذا الاتجاه، طيب شو بتلاحظوا لما الفولتج صار زيرو ايش الكرنت كان قيمته؟ ما كان لسه فولتج وأخذوا فترة لحد ما هذا، شو الظاهرة هاي بنسميها؟ الكرنت متأخر عن الفولتج. لاجينج. هل مضبوط إنه لاجينج الكرنت لازم يكون عن الفولتج؟ صحيح. هذا لاجينج لود. إذا هاي الزاوية، هلا هاي الزاوية هي مش بالضبط فاي بس أنا راح أعتبرها تقريبا فاي. فاي اللي هي ايش؟ من وين جت فاي؟ زاوية اللود الموجودة. مش هذا له زاوية؟ ايش يعني زاوية اللود؟ ايش يعني فاي ل ال ار سيركت؟ شو هي الزاوية اللي هي فاي ل ال ار سيركت؟ هي زاوية بين الفولتج والكرنت يعني. تمام ممتاز، لما يكون عندي ساينوسويدال يعني لو هاي الدائرة كانت ساينوسويدال سيركت ما فيش فيها نون لينير لودز، ما فيش فيها ثايرسترز،
وجيت حطيت انا هون اندكتر نفس هاي القيمه وريزستر نفس هاي القيمه وخليت الدائره توصل ستيدي ستيت تبعها وطلعت على الفولتج هذا وطلعت على الكرنت اللي ماشي في الدائره هاي شو راح الاقي الزاويه بين هذول الاثنين راح تكون وفاي شو بتساوي تايم ماينس 1 اوميجا ال على ار ايش اوميجا اي فريكوانسي اوميجا تبعت السورس تمام اذا هذا السورس له فريكوانسي ممكن تعبر عنها باف ممكن تعبر عنها باوميجا واوميجا بتساوي طبعا 2 باي اف قيمه اوميجا ال اذا هاي الزاويه فاي اللي الفرق ما بين وطبعا مين لازم يكون لاجنج مين؟ كرنت لاجنج فولتج لانه هاي الدائره اذا هذه تقريبا هو مش صحيح 100% بس هذه تقريبا بقدر اعتبرها فاي الزاويه اللي بتهمني من هون راح اعلمها بالازرق اللي هي بيتا وهاي كلها الكوندكشن انجل راح نسميها بيتا طيب خلينا نحط هذه هون هيك اوكي نعم تفضل انا حكيت انه الفاي مش فاي بالضبط تكون مختلفه شوي ليش مختلفه؟ مختلفه لانه هذا مش ساينوسويدل لو انها ساينوسويدل سيجنال هون تكون بالضبط فاي هي مش ساينوسويدل سيجنال شكلها شوف شكلها كيف راح تعمل هيك وبعدين شوف ايش راح تعمل هلا بالنيجاتيف هاف راح تعمل نفس الشكل هذا هون هل هاي ساينوسويدل الخط الاحمر هذا؟ لا في هون قطعه في مشكله مش ساينوسويدل فما بتكون هذه فاي بس الحسابات مثلا لو اخذت مثال وزاويه الفا معينه راح تلاقي انه فاي بتطلع تقريبا الزاويه هاي تطلع تقريبا فاي بس انا ما بهمني كثير بهمني مين؟ بيتا بركز على بيتا وعندي طبعا هذه هون الفا فعندي هذه الفا وهذه هون بيتا لاحظين هاي نقطة مهمة الكوندكشن بيتا انه في هون زاوية عندي زيادة عندها هلا هلا شوفوا شو بصير لأنه الثيرستر ما طفى مش الفولتج رح يضل طالع على اللود إذا هذا ما عمل سويتشينج أوف يعني بالحالة هاي بوزيتيف مين اللي فيهم رح يكون كوندكتينج هذا الكرنت فيه ما نزل لزيرو إذا الكرنت فيه ما نزل لزيرو مش بضل هون إذا ضل هذا كوندكتينج هون مش الفولتج هذا بدا يصير نيجاتيف إذا ايش رح يطلع عندي على الأوتبوت هاي النقطة المهمة هذا رح يكمل هون على اللود ما رح يدخل عند اللود لاحظين كيف شكل الفولتج صار؟ خليني ارسمه هون بشكل اوضح. راح يصير عندي الفولتج هاي الفايرنج انجل الفا راح يطلع بهذا الشكل لكنه ما راح يدخل هون راح يكمل لحد النقطة هاي. والكرنت اللي رسمته هون راح يكون شكله مثلا ليش طفى عند النقطة هاي ما طفاش عند النقطة هاي؟ ليش ما عملت سويتشينج اوف عند النقطة هاي؟ ما هو الفولتج زيرو بس الكرنت لسه ماشي فيه كرنت. الكرنت فيه ما نزل زيرو، لما الكرنت فيه وصل لزيرو مش هذا أحد الشروط أحد الطرق اللي يطفي فيها؟ لما وصل الكرنت هون زيرو طفى هذا، فالفولتج ويف فورم جزء منها بوزيتيف وجزء نيجاتيف تمام؟ ماشي واضح هاي؟ وهاي الزاوية هاي الفترة قديش بتكون سميناها؟ هذه بيتا وهاي اللي هون ألفا هدول لاحظوا انه بيتا زائد الفا اقل من 180 درجه ماشي؟ اذا هلا الجزء اللي بعد هذا بدنا نحسب الار ام اس بطلت الار ام اس زي الفورمولا الاصليه اذا تاكدت لي من هاي الفورمولا صحيحه اذا الجزء اللي بعده هلا رح ناخذ هاي نحسب الفورمولا تبعت الار ام اس اوت فولتج لما يكون اللود اندكتيف